التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء سيطر عليه النادي الأهلي خلال ال 45 دقيقة الأولى أو ال 41 دقيقة اللي احنا لعبناهم. أدي المتابعة بقى من أعضاء النادي الأهلي اللي موجودين كده حوالين الملعب. قلت واحدة من اللقاءات الكبيرة في كل المراحل السنية، عرضية بالبوكس يلحقها نور عمر، نور يلعبها على جنب ويقف على الكرة ويستنى شوية، رقم 6 علي إيهاب ياخدها من الناحية التانية. لعيبة النادي الأهلي في اتجاه حسام عادل يسقط جوه ال 18. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد، ايه يا ابن الجمال ده؟ عمر سيد بقول لحضراتكم لعيب اكبر من سنه، لعيب ليه شخصيه، على صدره ايه، قلبها ايه، وحلاوه ايه، وجمال ايه. الهدف الاول للنادي الاهلي بعرضيه بلسم فوقتنا يا ابن اللي فاتت دي، حلوه حلوه حلوه، هنشوف الجون وحلاوته تاني. عمر سيد معوض، بص العرضيه، ابراهيم عادل عاملها بالمقاس، وادي الاستلام ودخل في مكان عبقري. يا ولد يا ولد يا ولد، عمر سيد معوض، هدف في منتهى الجمال والروعة، يترجم السيطرة الأهلوية خلال أوقات